بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين. الحضور جميعا من أي مكان انضممتم منه إلينا، أهلا وسهلا بكم في هذه الجلسة الجديدة من جلسات تعميم الفائدة ونشر المعرفة التي تقدمها أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في الأردن بشكل دوري وثابت، تحقيقا لرؤيتها التربوية في النهوض بقطاع التعليم في الأردن والوطن العربي. نحن بانتظار دخول مزيد من المشاركين الذين سجلوا في هذا البث، ننتظرهم ونقدم لكم تعريفاً بجلسة اليوم. اليوم في هذه الجلسة الجديدة سنتكلم عن التعلم في المستقبل بين التقليدية والرقمية. سنسلط في هذه الجلسة الضوء على انتقال المعلمين إلى تطبيق التعلم عن بعد أو التعلم المدمج، مع الأخذ بعين الاهتمام المشكلات التي تعانيها نظم التعليم التقليدية. سنسلط الضوء أيضاً على تحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين في تجربة التعلم عن بعد أو المدمج، وقدرة أنظمة التعلم عن بعد أو المدمجة على تقديم المحتوى الدراسي والمقررات ثم تقييمها. أيضاً سنتطرق إلى مناسبة مضمون التعلم عن بعد أو المدمج لبيئات الطلبة ومراعاة أنماطهم واحتياجاتهم. قبل الانطلاق مع ضيوفنا الكرام، أود الإشارة إلى أن التعلم عن بعد لم يعد خياراً، بل أصبح اليوم ضرورة لا يقتصر فيها الاهتمام على المؤسسات التربوية أو النظم التعليمية فقط، بل امتد ليشمل الأهل والطلبة وعلماء النفس ومراكز الأبحاث وكثير من الفئات المجتمعية الأخرى، بسبب أهمية التعليم الإلكتروني في حل مشكلة الانفجار المعرفي وكسر الحواجز النفسية والإقبال المتزايد. أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بذلت جهوداً كبيرة في طرح برامج لتدريب المعلمين على دمج الطلبة في أنشطة التعلم عن بعد على اختلاف أنواعه، واستعانت في سبيل إنجاح تجربتها بتطبيقات متعددة ومنصات متنوعة تلبي حاجات الطلبة، ويستطيع المعلمون في الجانب الآخر التعامل معها بسهولة ويسر. للحديث أكثر عن هذا الموضوع سنستضيف في بثنا اليوم المعلمة ريم الجعبة، مدرسة في مدرسة ذكور رواد المعرفة الأساسية في فلسطين، وهي إحدى مستفيدات الدبلوم المهني في التعليم. سنستضيف أيضاً المعلمة جمانة مقدادي من مدرسة عائشة أم المؤمنين الأساسية في الأردن، وهي إحدى مستفيدات الدبلوم المهني في التعليم. كما سنستضيف أيضاً المعلمة نور الزبن من الأكاديمية العربية الدولية في قطر، وهي إحدى مستفيدات الدبلوم المهني في التعليم. أود أن أشير للحضور الكرام أننا سنرسل لكم في مساحة النقاش في زوم رابطاً لملء استبيان قصير وتغذية الراجعة قصيرة في نهاية الجلسة. عندما أنطلق في الحوار سأبدأ بضيوفنا الكرام، فأهلاً وسهلاً بكم انضممتم لنا، والشكر الجزيل لكم على تلبية الدعوة. وسأبدأ بالمعلمة ريم من فلسطين. ست ريم، سمعنا عن مصطلحات كثيرة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والتعلم المدمج، وسمعنا أيضاً عن التعليم المتزامن والتعليم غير المتزامن، فما الفرق بينهما استناداً إلى تجربتك في تطبيق هذه الأنماط من التعلم؟ أولاً مساء الخير، وتحياتي لك أستاذ محمد، وتحياتي لزميلاتي جمانة ونور والمشرفين خلف الشاشات ولجميع الحضور. بداية، تجربة التعلم عن بعد أكيد هي مرحلة انتقالية مرت بجميع المعلمين رغماً عنا لظروف خارجة عن إرادتنا، ولكن فعلياً المصطلحات التي تحدثت بها أزيدك عليها: التعليم المختلط والتعليم الموزع والتعليم الافتراضي وتعليم الفصول الإلكترونية والتعليم عبر الإنترنت. جميع هذه المصطلحات التي وردت لدينا نستطيع تلخيصها أو نشملها بالتعلم الذي يعتمد على الرقمية أو رقمنة التعليم.
هذه المصطلحات ما بين الاختلافات البسيطة والكثيرة بينها تذهب اتجاه متى وأين تستخدم، مرونة الوقت، دور المعلم والطالب فيها، آلية تقديم المعلومات والمحتوى المتعلقة بها، الاستراتيجيات المستخدمة. مثلا على سبيل المثال لنذهب تجاه مثلا التعليم المتزامن وغير المتزامن، عندما يقوم المعلم بعرض بث يتواصل به مع طلبته تحدث مواجهة ما بين المعلم والطالب، وإن كانت عبر اتصال فيديو نحن نقصد بها التعليم المتزامن، بينما عندما ترسل مهمات تعزز التعلم النشط أو تعزز استراتيجيات يسعى لها المعلم يستطيع الطالب تطبيقها وفق سرعته الخاصة، هنا نحن نتحدث عن تعلم غير متزامن. بغض النظر عن جميع هذه المصطلحات، ولكنني أرى أن جميع هذه الأنواع سواء فرضت علينا أم لا هي باتت حقيقة يتوجب على المعلم التعامل معها بأكبر جودة ممكنة. جيد، لو انتقلت إلى مس نور، مس نور بعد هذا الكم الهائل من المصطلحات، لو ركزنا على التعلم المدمج، أين نجد التعلم المدمج في تجربتك التطبيقية في الغرف الصفية في مدرستك؟ هلا لما بنحكي أول شيء مساء الخير، بشكر كل اللي لبوا دعوتنا وهلأ هم وراء الشاشات، بشكركم كثير، بشكر أستاذ محمد وبشكر زميلاتي جمانة ومسريم على تلبية هاي الدعوة كمان. بداية لما بحكي تعلم مدمج، متى ظهر هذا المصطلح أو هاي البرنامج التعليمي؟ فعليا ظهر بسبب جائحة كورونا أو الوضع الذي نعيشه في الوقت الحاضر. هلأ ما المقصود فيها أو ماذا يخطر في بالنا عندما نسمع تعلم مدمج؟ يعني هو عبارة عن دمج بين التعلم الوجاهي اللي هو وجه لوجه أو تعلم عن بعد. طبعاً التعلم المدمج بدمج الكثير من التعليم اللي هو تعلم وجه لوجه، تعلم إلكتروني، تعلم قائم على الإنترنت، تعلم قائم على الشبكة العنكبوتية، تعلم القائم على الحاسب الآلي. أصبح الأمر حتمي، التعلم المدمج طور التعليم بشكل واضح وملموس. هلأ تجربة التعلم المدمج سواء كان التعلم وجاهياً أو تعلم عن بعد، سواء كان تعلم عن بعد متزامن وغير متزامن، طور التعليم وأصبح التعليم أكثر سلاسة وأكثر مرونة. هلأ لو بدي أحكي عن التعلم المتزامن والغير متزامن، هلأ التعلم المتزامن بكون هو عبارة عن تواصل مباشر بين المعلم والطالب، بتفاعل فيه الطالب والمعلم في وقت محدد لكن المكان مختلف. أما التعلم الغير متزامن مثل ما قالت زميلتي، ما بدي أكرر، بس هو تعلم يعني بحط واجب للطالب أو نشاط أو عمل معين بقوم فيه. هلا بالنسبة لنا كمدرسة بحكم أنه مندرس طلاب مرحلة الابتدائية، التعلم الغير متزامن كان بطريقة مختلفة. يعني عندنا جدول، هذا الجدول المحدد للجدول الأسبوعي حيكون في حصة تعلم غير متزامن. خلال هذه الحصة ماذا يفعل الطالب؟ يقوم المعلم بعرض الأشياء المطلوبة منها، الإجراءات المطلوبة منهم، المشروع أو النشاط أو أي شيء يطلب من الطالب. يذهب الطالب يقوم به ويبقى المعلم أونلاين ينتظر، في حال مثلاً طالب عنده أي سؤال، عنده إشي مش فاهمه، العمل الجماعي كان غير منظم، ما في تعلم تعاوني، يعود إلى الأستاذ ويطرح عليه السؤال والأستاذ في ذلك الأثناء يجيب على السؤال. جيد، استنادا إلى ما قالته مس نور، ست جمانة، برأيك ما الأدوار المطلوبة من المعلم وما الأدوار المطلوبة من الطالب في تجربة التعلم المدمج؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييك أستاذ محمد في أكاديمية الملكة رانيا، زميلتي ريم في القدس وزميلتي نور في الإمارات. أشكر المتابعين جميعاً على هذا اللقاء الطيب. المعلم في هذا التعلم المدمج عليه مهمات أكبر الآن، عليه أن يجمع بين مصادر وأنشطة مختلفة في التعلم المدمج غير التعلم الوجاهي، حيث يستخدم أساليب تكنولوجية أكثر وأساليب فيها تطبيقات إلكترونية تخدم ما يريد من تحقيقه من أهداف في هذا التعلم المدمج.
هذه الأساليب والأنشطة المختلفة عليه أن يشجع المتعلم أو الطالب أن يكون أكثر تفاعلاً، يبني لديه أفكار جديدة، حيث أن هذا التعلم الجديد هو تعلم مرن، فإذا التقينا وجاهياً أيضاً سيلتقي بهم بأنشطة مختلفة أخرى تعزز ما تم أخذه في التعلم عن بعد أو التعلم المدمج، وهنا سيصبح لدى الطالب إبداع ويقدم ما حصل من مشاكل. كما قالت نور، قد تحدث مشاكل في التعلم المدمج، التعلم الوجاهي هنا سيحل هذه المشاكل، التعلم الوجاهي، فنقوم بعملية متكاملة بين التعلم الإلكتروني والتعلم الوجاهي. جيد، إذا استنادا ما قالته المعلمة جمانة، فإن المعلم أيضاً هو يتعلم كما يتعلم الطالب. لذلك لو سألتكم وأنتم القاسم المشترك بينكم أنكم حصلتم جميعاً على الدبلوم المهني في التعليم الذي تقدمه أكاديمية الملكة رانيا، لو سألتك ستريم عن الأنشطة والتطبيقات التكنولوجية التي جذبت الطلبة وقدمها لك الدبلوم المهني في التعليم، ما أكثر شيء جذب الطلبة في التطبيقات التي طبقتها أثناء تجربتك في التعلم المدمج؟ أستاذ محمد، حقيقة في العديد من الأمور اللي تعرفنا عليها إحنا كمعلمين، يعني أمور كانت لن نقول إن لا نعرفها، ولكن تنسيناها مع أيام الخبرة. عاد التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج لها وهجها ورونقها. على سبيل المثال، استخدام غرف التطبيق الموجودة داخل التطبيقات الإلكترونية المختلفة، يعني عادة احنا كنا نستخدم تطبيق التيمز، وجود هذه الغرف حول الموضوع إلى مجموعات تعليم زمري اتعاملوا معها، كان الموضوع يتاخذ على هامش المسابقات، كل مجموعة تسعى لإنجاز المهمة بأسرع سرعة ممكنة وجودة مقبولة. مثلاً استخدام الألعاب التعليمية التي عادة، يعني أنا أتحدث عن نفسي لا أعلم الوضع بالنسبة لزميلاتي، قد يكون الأمر في مدارس دولية مختلف. نحن مدارس كما تعلمون مدرسة حكومية لا تتوفر فيها جميع التقنيات، لكن عندما تستخدم ألعاب تعليمية بشكل يومي كنوع من التقديم والتمهيد والتقويم، هذا أمر كان لافت جداً ويزيد من تحفيز وفاعلية التعلم بالنسبة للطلبة. عملية شارات التعزيز الموجودة في التطبيقات، أنا أتحدث أيضاً عن تطبيق التيمز، هناك طريقة لإثبات إشارة تعزيز للطالب، أمر جداً كان يتنافس عليه الطلبة، على الرغم من أني لا أؤيده كمعلمة، لأنه في بعض الأحيان كان يسبب لنقل حساسية لدى البعض، كان الأمر لا يتعدى طالب فعلاً يستحق شارة التعزيز على الصفحة الرئيسية. التطبيقات كانت تحقق المناقشة عن بعد، مثل بادلت، مثل لينوت، هذه التطبيقات جميعها أثارت الفعالية لدى الطلبة والتحفيز، لأنها بصدق لم تكن تطبيقات معتادة في التعلم، وإن كنا ننوع في الاستراتيجيات. جيد ست نور، لأن المعلم دائما ست نور يوجه الحوار في غرفته الصفية نحو الجوانب الإيجابية، حتى لو قام الطلبة بتوجيهها إلى نواحي سلبية كالمنافسة غير المحببة، إلا أن المعلم يعيد ضبط إيقاع حصته. لو سألتك مس نور عن التطبيقات التي تعتقدين أنها حققت نجاحا في غرفتك الصفية في تحقيق التعلم الذي ترغبينه، ما التطبيقات التي أثارت نجاحاً في غرفتك الصفية؟ بداية كثير في تطبيقات، وتعلمناها أيضاً خلال رحلة الدبلوم وتناقشنا فيها، حتى استخدمناها كتطبيقات لتجهيز اختبارات أو تقييمات نهائية أو إلى آخره. هلأ في تطبيقات، أول شيء في تطبيقات بتعتمد أو يتم استخدامها أثناء التقييم، في تطبيقات يتم استخدامها كحافز للطلاب مثل كلاس دوجو، في تطبيقات يتم استخدامها كمسابقات مثل كاهوت وورد وول، في تطبيقات تستخدم كتصميم أو اللي هي تصميم بوسترات مثل كانفاس، في البادلت اللي هو عبارة عن منصات تفاعلية بين الطلاب،
كمان في منصات ممكن نستخدمها للرياضيات، بتعرفوا أن الرياضيات تفاعلي أكثر، مثل الوايت بورد، الباوتون نستخدمها للبريزنتيشن اللي هي العروض التقديمية. ففي تطبيقات كثير جذبت انتباه الطلبة وأثارت اهتمامهم، وصاروا أنه لا، لما ما بنستخدم تطبيقات أنه بس لا نخليها شو رأيك نستخدم باوتون اليوم، ليش نستخدم باوربوينت مثلا؟ الباوتون فيه خيارات أفضل. صاروا اطلاع أكثر بأنه مثلا كاهوت ببين المنافسة، ببين من المركز الأول، من المركز الثاني، من المركز الثالث. كانفاس ممكن يستخدموا مثلا عندنا بوستر، بدل ما نستخدمه كورقة أو ككرتونة ممكن نستخدمه كتطبيق اللي هو الكانفاس، بعرض لنا إياها بطريقة منظمة مرتبة، الكتابة بتكون واضحة إلى آخره. فهي كلها تطبيقات وهي أنشطة جذبت انتباه الطلاب وأثارت اهتمام. جيد، ربما هذا حقق لك نوعاً من الإدارة الصفية. لو انتقلت إلى ست جمانة، ما أكثر الأنشطة التي أثارت اهتمام الطلبة وحفزت دافعيتهم للتعلم؟ بداية تتذكر أستاذنا الفاضل في المجتمعات المهنية أثناء تدريبنا على الدبلوم المهني كان لدينا نادي صيفي مع الطلاب. تطبيق سيسو كان رائع جدا في إرسال الواجبات للطالبات وإلنا حتى كمعلمين. تطبيق رائع جدا في إرسال الواجب والخيارات العديدة لإرسال الواجب، يعطيك مساحة واسعة للإبداع ورؤية عمل الزملاء، وفيه تعلم تعاوني أيضا، وفيه تعزيز رائع تطبيق سيسو. الأنشطة التي طبقتها مع طالبات يعني حتى وقت قريب للمقاطعة، هو يعتبر وسيلة للتوثيق، توثيق عمل الطلاب. نعم. مدى تطور الطالب، كيف كان وكيف صار. نعم، هو توثيق ويبقى لدى المعلم أيضا، لا يضيع الجهد بالعمل. النشاط الذي يعني استمتعت فيه طالباتي جدا في آخر في العطلة الصيفية الأخيرة، أنا خريجة جديدة من الأكاديمية، كتابة القصة الشخصية. فعلا كان التطبيق أحيانا عزوم وأحيانا على الواتساب كغرفة في الواتساب مجموعة، تفاعل الطالبات في وقت متزامن كانت الحصص، وكان التفاعل رائع جدا. أظهرت الطالبات إبداعات رائعة جدا. فإذا أنا إذا أعطيت الطالبات مهمات عمل حقيقية ستقومن بأعمال إبداعية، هذا هنا نحقق انسجام بين التعلم والعمل. طبعاً أنا فخورة بما قدمت طالباتي من قصص شخصية، وأحفزهن دائماً لاستكمال كتابة القصص الشخصية فيما بعد، يعني حتى وإن انتهى العمل الآن على التطبيقات. شكراً. جيد، الآن هذه النجاحات أو هذه الإيجابيات التي وفرتها هذه التطبيقات، ربما أنها تفرض علينا أن نفكر بالشروط التي وفرها المعلم كي تنجح هذه التطبيقات في إثارة دافعية الطلبة. مس ريم، ما الشروط التي وفرتها أنت، التخطيط الذي قمت به لإنجاح التطبيقات في تجربة التعلم المدمج؟ أستاذ محمد، لا يمكن إغفال أن عملية التعلم تتمحور حول مثلث أساسي: المعلم والطالب والمقرر. لن أخفيكم، واجهنا تحديات كبيرة جداً بما يتعلق في المقررات. مقرراتنا لم تكن مصممة بطريقة تسمح بهذه الجائحة إنه نضل ماشيين في نفس الطريق. خلينا نحكي هلا مثلا على سبيل المثال، المعلم يجب ان يتمتع بكفاءة تمكنه من ذلك. على سبيل المثال كان هذا الامر فرصة ذهبية لتحقيق نموذج مثل تيباك، اني انا اكون في عندي معرفة بالمحتوى، معرفة بيداغوجية، معرفة تكنولوجية، ومعرفة تربوية بالمحتوى اللي انا اتعامل معه. ايضا يجب ان يكون على المعلم او يجب ان يعمل المعلم على استمراريه وفعاليه وجعل الطالب محور العمليه التعليميه خلال عمليه التخطيط. لذلك لاعمل على فعاليه هذه التطبيقات كان لابد من ان اتحسس مدى معرفه طلبتي، تشخيص مهاراتهم، تشخيص نقاط الضعف لديهم، التركيز على الامور التي تسبب لهم التحفيز والفاعليه. بعض الألعاب قد تلفت انتباههم وبعضها الآخر قد يسبب لهم الملل. من خلال هذه التجربة تماماً كانت عملية تدريب لهم كما كانت عملية تدريب لنا.
تعرفنا على بعض الأمور وعززناها في مراحل لاحقة خلال التعلم المدمج، وتركنا البعض الآخر لأننا لم نجد الفائدة من خلاله. فعلياً نحن نعمل على عملية تغيير في التوجهات، وليست عملية تغيير في الزمان والمكان فقط. نحن تحدثنا عن رقعة جغرافية أوسع. المعلمة الموجودة في مدينة القدس في مدرسة ذكور إعدادية أصبحت تدرس طالب موجود في محافظة بيت لحم، ولكن كان الهدف ليس توسيع الرقعة الجغرافية فقط، الهدف الأساسي كان تغيير توجهات. هذه التطبيقات كانت مرتبة وفق تخطيط أساسي يعتمد على أمور لم نعتد على وجودها في المخططات، مثل ملفات البي دي اف، روابط الإنترنت، فيديوهات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الفصول الإلكترونية الجذابة إلى آخره وما شابه والأشكال. طيب ستريم، لو انتقلت إلى أثناء مطالعتي للتعليقات على الفيسبوك، إحدى المشاركات اسمها رجاء تقول أنها لم تلحظ أن ابنتها استفادت شيئا. لذلك لو سألت ست نور، برأيك كيف كنت تتعاملين مع التحديات التي تواجهك في الغرفة الصفية؟ هلا بداية احنا اخذنا خلال الدبلوم على النظرية السلوكية واخذناها خلال الجامعة. هلا لازم يكون في عندنا مشير، لازم يكون في تحفيز. في هاي الحالة الطالب بصير في عندنا ردة فعل من الطالب، وهون بيجي دور المدرس. الطريقة التقليدية اصبحت ما إلها داعي، طور التعليم كثير. الآن أصبح في عنا استراتيجيات، في عنا أنشطة، في عنا العمل الجماعي، في عنا التحفيز، الكلمة الطيبة، الأسلوب التحفيز. كيف؟ كلاس دوجو. كيف توفرت هذه الأمور في التطبيقات ست نور؟ التطبيقات التي ذكرتها قبل قليل، هذا الكلام الجميل الذي تتكلمين به، كيف وفرته في التطبيقات؟ طيب، أثناء العمل الجماعي، مثلاً كاهوت، أنا عملت منافسة بين الطلاب. هاي المرة فاز طالب فلان. في المرة القادمة أنا بدي أحفزهم عشان مش بس فلان اللي بيفوز، مش بس فلان اللي بيجيب المركز الأول، أنتم أيضاً تستطيعوا أن تحصلوا على المركز الأول بالمحاولة. وكمان بالمقابل الأستاذ يأتي دور الأستاذ أن لا يقول إنه مثلاً أنت إجابتك غير صحيحة، فكر، حاول، وسع. الكلمة هي اللي بتأثر. يعني لما بيجيكي طالب أجاب إجابة غير صحيحة، ما تحكي له أنت جوابك غير صحيح، لا، انت حافظه، اشكرك على هذا العمل، انت انسان مبدع، بس شو رايك نفكر بطريقه مختلفه، نحاول. هذول الطلاب اللي مثلا حسينا انه مش متطورين، ناخذهم بعد الحصه ونجلس معاهم، نعطيهم حصص اضافيه، وهذا اللي كنا بنعمله، انه كان عندنا بعد الدوام عندنا ساعه اضافيه. هذول الطلاب اللي بحاجه لدعم، بس بدون ما احسسه انت بحاجه لدعم، انه خلينا مع بعض نحاول. ايش رايك تحل هذا السؤال؟ وهون بتاثير التقييمات القبليه، مثل ما تعلمنا بالدبلوم، التقييم القبلي والتقييم التكويني والتقييم الختامي. بناء على التقييمات انا بعرف الطالب وين ضعفه، كيف ماذا استخدم في التقييمات اللي هي التطبيقات. لما جيد. لما بستخدم كاهوت، لما بستخدم كويزز، لما بستخدم حتى كانفاس. العمل الجماعي، لما بشوف الطلاب اللي عندهم مهارات مشتركه بحطهم بمجموعة أو بوزعهم على مجموعات، فبهاي الحالة أنا بكسب إنه بعرف إنه مثلاً هاي المجموعة رح تشتغل منيح أو هاي المجموعة ما رح تشتغل منيح، بعرف، بعمل فروقات فردية داخل المجموعة الواحدة. جميل جميل ست نور. طب إحدى المشاركات على فيسبوك وضعت اسماً مستعاراً، طرحت سؤالين، قالت هل يطبق على صغار السن؟ وقالت أحياناً بأني كنت أجد صعوبة في توظيف القراءة والكتابة باستخدام التطبيقات. لذلك أود أن نسلط ست جمانة الضوء على تطبيق سيسو. كيف ساعدك الدبلوم المهني في التعليم الذي أخذته وأنت أحدث حاصل عليه من بين ضيوفنا الكرام؟ أنا أيضاً تطبيق سيسو في مجال القراءة والكتابة، وأرجو أن تسلط الضوء في إجابتك على الطلبة في المراحل الأساسية والطلبة في المراحل المتقدمة. تفضلي ست جمانة. بداية علينا أن نهيئ أولياء الأمور قبل الطلاب إلى أهمية هذه التطبيقات، يعني هذا مهم جدا. إذا نوفر بيئة تشجع الطالب على التعليم، يجب أن أوفر له تطبيق أيضا يشجعه ويراعي فروق فردية لدى الطلاب سواء في فئات عمرية مختلفة.
يعني تطبيق السيسو يطبق من الصفوف الدنيا، حتى احنا طلاب الأكاديمية طبقنا سيسو. لذلك خلينا نحكي الإمكانات الموجودة داخل التطبيق، انك تسجل فيديو، او انك انت تبعت تسجيل صوتي، او انك ترسم، او انك تكتب نص صغير، مهما كان طول النص اللي موجود داخل تطبيق سيسو. اذا فانا طالب الصف الاول ممكن اطلب منه واجب قصير، الصفوف الاعلى يكون عبارة عن قطعة يكتب قطعة، او اطلب من الطالب اللي لا يحسن الكتابة مثلا تسجيل مقطع صوتي. الذي يحب الظهور أكثر وطالب متميز قد أطلب منه حل الواجب على شكل فيديو. التفاعل بين إذن جمانة، شعرت أنه يراعي الفروقات الفردية وربما يحقق لك التمايز في التعليم. نعم. ومن التعليقات الزميل إحدى المشاركات واسمها مروة على الفيسبوك تقول بأن هذه التطبيقات موجهة للمدارس الحكومية، لكن ما أود قوله لك أن جمانة معلمة في الحكومة في مدارس وزارة التربية والتعليم في الأردن، وريم كذلك في مدرسة حكومية في فلسطين. أيضا أنس وهو مشارك على الفيسبوك يقول لنا بأن امتلاك هذه الأدوات يفرض على المعلم أن يدرب نفسه على استخدام مثل هذه التطبيقات. بلسم أيضا تقول بأن المعلم يجب أن يكون في مرحلة من المراحل مرشدا وموجها، بينما الطالب هو محور أشكال التعلم كلها. لذلك لو سألت ريم، عدت إليك ريم، ريم ما نوعية المحتوى المعرفي الذي تقدمينه باستخدام هذه التطبيقات؟ كيف تقدمين المحتوى باستخدام هذه التطبيقات؟ أولاً اسمح لي أستاذ محمد أعمل تعقيب على التعليقات اللي صارت. بالنسبة للأخت حدثت عن ابنتها التي لم تستفد، عزيزتي رجاء أنا لا أعلم مدى مقدار التعامل الذي كان مع المعلمة مقابل ابنتك، ولكن أنا كمعلمة أدرس مرحلة إعدادية من أصعب ما يكون ذكور في مدينة القدس، يعني أصعب الأماكن اللي ممكن تتخيليها في العالم، في طلاب أظهروا إبداع لم يسبق لهم يعني مقارنة بأنفسهم في فترة التعلم عن بعد. لا أتحدث عن العلامات والتقييمات التي أكيد سنذهب باتجاهها ومدى الصدق العلمي، ولكن أنا أتحدث عن طالب يشارك في غرفة صفية افتراضية، طالب تحرر من قيود وجود أي خطر على انتقاله للمدرسة، طالب كان يخشى طالب آخر موجود داخل غرفة صفية، طالب شعر بالارتياح لوجوده داخل بيته. بعض هذه العوامل كانت عوامل إيجابية لبعض الطلبة، شاهدنا تحسن واضح في مستوياتهم. أيضا أعذرني أستاذ محمد نسيت سؤالك. ما أود قوله لك، كيف تختارين نوعية المحتوى الذي ستوظفينه باستخدام هذه التطبيقات؟ نحن نعلم جميعا أن المحتوى التعليمي يشمل الناحية الوجدانية، المشاعر والأحاسيس إلى آخره، يشمل الناحية المعرفية من معلومات وحقائق ومفاهيم إلى آخره، يشمل المحتوى المهاري أو الأداء للطالب. لأكون صريحة، فقدنا المحتوى الانفعالي، لنقل أن هذه المشاعر أصبحت باردة خلف تلك الشاشات الباردة، ولكن قدر الإمكان كان الاتصال من خلال الفيديو يقدم لي هذه الناحية نوعا ما. من ناحية المحتوى المعرفي جربت قدر الإمكان استخدام عدة أنماط تعلمية في غرفة الافتراضية، مثل أنماط سمعية، أنماط بصرية، أنماط تعتمد على المحاكاة، أنماط النقاش وطرح الأسئلة، استراتيجيات مختلفة ككرة الثلج الافتراضية، كاستخدام مثلاً لنقل جبل النار، استخدام كرسي ساخن افتراضي. جميع هذه الاستراتيجيات تعمل على التحفيز، تعمل على إثارة انتباه الطلبة. الطالب الذي لا يشارك في هذه المرحلة لابد لنا من إيجاد طريقة لجذبه، ليست بطريقة محرجة. كنت أحياناً أستخدم ماذا لو حدث كذا، أعطيني رأيك، من خلال هذا الرأي أنا أستخدم أو أدخل لمدخل آخر في درسي.
أنا لا أستطيع أن أعتمد المقررات كما هي وبنظر الشخص مع احترامي للجميع. المعلم الذي يلتزم بالمقرر كما هو أنا بنظري ليس معلماً ماهراً. المعلم يجب يعني أن يجد مداخل في مادته، في المحتوى الذي يقدمه، في السياقات التي يتم تقديم هذا المحتوى من خلالها، ليكون معلماً ماهراً قادر على تغطية احتياجات طلبته المختلفة. إذا ربما أنت تودين القول رين أن واحدة من مواجهة التحديات في تجربة التعلم المدمج هو أن ينتقل المعلم، أن ينتقل المعلم ما يقدمه لطلبته ويظن أن هذا الذي يقدمه هو الأهم بالنسبة لطلبته، وربما هذا المحور هو أحد ركائز الدبلوم المهني في التعليم الذي تركز عليه الأكاديمية لمساعدة المعلمين في اختيار موفق للمحتوى المقدم. كثير من الأسئلة الآن في مساحة طرح الأسئلة، منير، أريج، إيمان، أحلام، عزيز، آيات، ركزوا في مداخلاتهم على دور الأهل في إنجاح تجربة التعلم المدمج. لو سألتك مس نور، كيف وظفت الأهل في إنجاح تجربتك في التعلم المدمج؟ بداية الإدارة لازم ترسل بشكل مستمر التطورات والجداول الأنشطة، يعني تكون الأهل على اطلاع دائم بكل الأشياء أو التقدمات اللي بتصير في عملية التعليم. من خلال الاجتماعات مع الأهل، أنا بشارك الأهل بالعملية التعليمية، في عنا الاجتماع الثلاثي، ما بعرف إذا بتعرفه، اللي هو بنظام الآي بي الذي يقوده الطالب هو اللي بيطرح، بيعرف وين كان وكيف صار، كيف تطور، إيش نقاط قوته، إيش النقاط اللي بحاجة إلى تطوير عنده. التغذية الراجعة الدائمة مثل ما حكت مس جمانة في منصة سيسو مثلا، هلأ لو قام الطالب بالإجابة على أسئلة أو القيام بالواجبات، أنا بعطيه فيدباك، بعطيه تغذية راجعة، فهاي التغذية الراجعة بتكون الأهل عم بيشوفوها، فبيعرفوا دائماً كيف تطور ابنهم، إيش نقاط قوته، إيش النقاط بحاجة إلى تطوير عندهم. كمان لازم الأساتذة يطلبوا من الأهل إنهم يشاركوهم بمشاريع مشتركة، يكون في مشاريع مشتركة بين الطالب وأهله، يعني مثلاً عن طريق مقابلة، يجري الطالب مقابلة مع أهله بموضوع معين، مثلاً عن الإعلام، عم نحكي عن الإعلام، إنه يجري مقابلة عن كيف الإعلام سابقاً وكيف أصبح، يجري مقابلات مثلاً بحالة الطقس كيف كانت وكيف صارت. فلازم الأهل يكونوا على اطلاع دائم بالعملية التعليمية للطالب وكيف تطور، كيف كان، كيف صار، وبالمقابل إنه مش يترك ابنه وآخر السنة يحكي ليش ابني هيك صار، لا، لازم يشوفه كيف تطور، كيف تغير. والأهم، أهم إشي إنه يكون في تواصل بين الأب والمعلم والأب والإدارة. الإهمال، إذا بدأ الإهمال من البداية رح يستمر الإهمال، يا بينقذ ابنه من البداية يا أما الولد رح يهمل وإلى النهاية. طيب، جيد ست نور. مس جمانة، واحد من أهم الأفكار التي نتعرض لها في الدبلوم المهني هي مجتمعات التعلم، مجتمعات التعلم المهنية. إحدى المشاركات واسمها عبلة سألت عن التنسيق بين المعلمات، أود أن أسألك كيف خلقت مجتمع تعلم مهني في مدرستك بين زميلاتك والإدارة والأهالي؟ بداية مجتمعات التعلم المهنية، أو خلينا نحكي جو الألفة، هي مع مجتمع الأمهات سابقا، يعني أنا عضو في مجتمع، في مجلس الأمهات في المدرسة. الآن إذا تحولنا عن بعد، توجد جروبات خاصة للتواصل مع الأهل، مع مجلس الأمهات ومعلمات في هذا المجلس، أيضا نناقش معا أهم الأمور التي تهم الطالبات في التعلم عن بعد، وكيف يمكن حل هذه المشكلات والوصول إليهن في بيوتهن، لمعرفة عدم التواصل، لمعرفة لماذا لم يتابعنا المنصة مثلا، لنا يحقمنا بحل الواجب، والعمل على حل هذه المشكلات بالتعاون مع الإدارة أو حتى مع المشرف التربوي. أستاذ محمد، ضمن السؤال السابق أيضا، أود القول أن جسور التعلم التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، إذا سمعت فيها ست نور أو ست ريم، جسور التعلم هذه أنشطة يقوم حلها أيضا الطالب مع أسرته كمادة تكاملية في 4 مواد، اللغة العربية والإنجليزية، في عفوا
والعلوم. هذه جسور التعلم لا يمكن أن يقوم الطالب بحلها إلا بمساعدة أولياء الأمور، وداخل هذه الجسور التعلم أنشطة داخل العائلة، أو الطالب مع زملائه في العمارة مثلا، أو مع أصدقائه في نفس البناية. إذن مجتمعات التعلم المهنية يجب أن تشمل الأهل أحيانا بأن يروا أين وصل هذا الطالب، وكيف نعالج مشاكل موجودة عند يعني عند بعض الطلاب. جيد. لو سأعد إلى ستريم إحدى المشاركات واسمها رقية، طلبت أن نسلط الضوء على التعلم الذاتي. برأيك كيف ساعدت التطبيقات التكنولوجية التي قدمها لك الدبلوم المهني في خلق طالب يتعلم ذاتيا؟ أشكرك رقية على هذا السؤال. أولا يعني من أهم ميزات التعلم المدمج هو التعلم الذاتي. تعلمنا من خلال الدبلوم المهني، من خلال برامج أكاديمية الملكة رانيا، من خلال شبكة اللغة العربية التي أفخر أنني أحد أعضائها، أنه دائما نسعى لخلق تعلم ذاتي بعيدا عن الاتكالية عند الطالب. التعلم المدمج يمكن أن يخلق ذلك من خلال موازنة المهمات التي تتم ما بين التعلم المتزامن والتعلم الغير متزامن، بحيث يستطيع الطالب توسيع آفاق معارفه والاستكشاف. نحن نسعى إلى خلق طالب يسعى إلى الاستكشاف، يسعى إلى تعليم نفسه بنفسه. على سبيل المثال لأضرب لك مثالاً على ذلك، في إحدى حصص اللغة العربية لدي كان لدي درس حول تعليم عناصر القصة للطلبة، ونحن نعلم أهمية وجود عناصر تطبيقية أمامهم. كنت قد أرسلت لهم قبل ذلك ورقة عمل من خلال تطبيق فورمز، يقرأ القصة، يحدد أهم عناصر موجودة فيها، ما هي الشخصيات الموجودة، أين رأى الفيل كذا، أسئلة بسيطة جدا. انتقلت بعد ذلك إلى عروض جوجل سلايدز، استخدمتها لعرض عدة نماذج من القصص، استخراج بعض العناصر الموجودة فيها. بعد ذلك انتقلنا لعمل جماعي من خلال غرف التطبيق، مناقشة قصة معينة، استخراج عناصرها، الحديث عنها، آثارها. بعد ذلك انتقلنا لمرحلة التعلم الذاتي. مرحلة التعلم الذاتي قد تكون قبل ذلك كله من خلال الصف المعكوس، أو قد تكون كما تحدثت تدريجيا، حيث قمت بعد ذلك بإرسال مهمات لكل طالب أنجزها وفق سرعته الخاصة، وفق قدراته الخاصة، وفق توفير جهد وتحفيز ذاتي. كان مع الطالب يومين أو ثلاثة لتسليم المهمة، فأنجز المهمة وفق قدرته الخاصة. حققنا تعلم ذاتي، وصل الجميع لمستوى جيد من معايير الجودة التي أحتاج إليها. جيد. إحدى المشاركات واسمها رنا تقول بأنه يجب على المعلم ألا ينخدع بكثرة المعروض، وهذا ما أشرتم إليه عندما قلتم بأنه يجب أن نتأكد من جودة المحتوى المناسب للتقديم باستخدام هذه التطبيقات. أم أيهم تقول وكانت تستفسر عن تعزيز القراءة، فأود أن أقول لها بأن المعلمة جمانة تستخدم تطبيق سيسو وهو مناسب لتطوير مهارات الكتابة. أيضا منصة المعلمة اسمها أسيل تدعو لاستثمار التناوب في الدوام للعمل مع الأهل والطلبة والتدرب على هذه التطبيقات لتحقيق التعلم المدمج. ست نور، لو سألتك، ربما تتعرضين كثيراً أو تستقبلين كثيراً تغذية راجعة، كيف ساهمت التغذية الراجعة في تطوير مهاراتك وأدائك باستخدام هذه التطبيقات؟ هلأ، بداية التغذية الراجعة أصلاً هي عبارة عن نقاط قوة ونقاط بحاجة إلى تطوير بالنسبة لإلي. هلأ أنا بأخذها كنقطة قوة، لأنه من خلالها أنا بعرف أنه أنا ماشي بالطريق الصحيح، ولا أنا الأهل يمكن فاهمين الموضوع غلط، ممكن الأهل وصلتهم الفكرة بطريقة غير مناسبة، مش فاهمين أنا شو بعمل، مش فاهمين إيش السياسة اللي أنا بتبعها. وهم بيجي دوري عشان أوضح للأهل إيش المطلوب، وأنا ليش اتبعت هاي الاستراتيجية، وليش اتبعت مع ابنك هذا الأسلوب. فالتغذية الراجعة بتفيدني وبتفيد الأهل، بتفيدني أنا كمان عشان أنا أعمل تأمل. إحنا تعودنا
في خلال المساقات اللي هي التأمل، كتاب التأملية. أنا بتأمل بتصرفاتي، ممكن عن جد هاي التغذية الراجعة تخليني أعيد النظر بتصرفاتي، أو أعيد النظر باستراتيجية اللي استخدمتها، أو بالطريقة اللي اتبعتها مع الطلاب، أو بالأسلوب اللي استخدمته مع الطالب. بس بالمقابل أنا لازم أنه حتى لو التغذية الراجعة كانت سلبية، لازم ما أخذ السلبية للطالب، أنه ما أكره الطالب. هذا الإشي أنا بدي أتحمل، لأنه أنا أم ومعلمة وموجهة وميسرة، ما أخذها بناحية سلبية، وإنما أخذها بناحية إيجابية، ما أخذها شخصية، وإنما الهدف هو تطوير الذات وتطوير الطلاب. جيد. ربما أتابع التعليقات على صفحة الأكاديمية على فيسبوك، جميعها تشكر، حتى أن بعض الأمهات قدمنا شكراً لست نور وست جمانة وست ريم على حسن التعاون والتفاعل. لكن لو عدت لك ست ريم وقلت لك استخدام نماذج التعلم عن بعد، كيف رأيت أنها تحقق ملائمة لبيئات الطلبة؟ كيف راعت هذه التطبيقات أنماط الطلبة واحتياجاتهم المتنوعة والمختلفة؟ تفضلي ست ريم. أولاً وحتى أكون صادقة في هذا الجانب، نحن ما زلنا في بداية التجربة. المعلم يسعى قدر الإمكان لمراعاة جميع الطلبة، لتوفير المساواة والعدل بين جميع الطلبة، ولكن لنكن واضحين، لا شبكات الإنترنت الموجودة عندنا في البلاد تسمح بكثافة العطاء. أكثر من طالب خلال الحصص الافتراضية كان يفصل النت عنده. بعض الطلاب كان غير مدرب على استخدام تطبيقات الإنترنت الموجودة أو اللي إحنا بنستخدمها. طبعاً إحنا كل هذه السلبيات لن نتحدث فيها، هناك أمور إيجابية. على سبيل المثال، في إحدى مساقات الدبلوم تحدثنا عن أهمية العلاقات ما بين مجتمع التعلم، سواء المعلمين أو الأهل أو الطلاب. في إحدى تجاربي لتطبيق استراتيجية الدراما، كنت أدرس درس حول الرفق بالحيوان، استخدمت استراتيجية الدراما عن بعد. كان من ضمن المهمات مراعاة للتمايز بين الطلبة. بعض الطلبة قد طلب منهم كتابة جمل على لسان أحد الحيوانات، طلبة آخرين طلب منهم كتابة لوحات إرشادية كاملة لأنهم كانوا يتمتعوا بمهارة كتابية ولغوية، طلبة آخرين طلب منهم رسمة حيوان مع جملة واحدة تفصيلية عنه. الأهل شاركوا في ذلك، بعض الأهل أرسل لي أعمال باسم الأب أو باسم الأم، بعض الأعمال كانت تصلني باسم العائلة كاملة. هذه التطبيقات جميعها لا يمكن تطبيقها في بيئة مثلاً. سأعطيك مثال، لدينا منطقة في مديرية القدس تسمى منطقة النبي صالح. هذه المنطقة مهددة بالتهجير، لذلك عدد الغرف الصفية في مدرستها غرفة صفية واحدة، فيها 4 مقاعد دراسية، كل طالبين من صف دراسي. هي منطقة تأتي عند بدو أريحة، طالبين من الصف الأول الابتدائي والثاني الابتدائي، طالبين ثالث ورابع، طالبين في الصف الخامس والسادس، ومعلمة ومدير وآذن. هذه مكونات كل المدرسة. لا يمكن أن أتحدث بإيجابية جميلة جداً عن طلبة تنقطع عنهم الكهرباء باستمرار وعاشوا هذا يعني تجربة سعيدة جداً مع التعلم عن بعد في هذا الوضع الاقتصادي. ست ريم، شكراً لمشاركتنا قصة النجاح. أحد التعليقات وصاحبه اسمه أحمد يستساءل عن دور اللغة العربية. ما أود قوله لك أن معظم التطبيقات التي يقدمها الدبلوم المهني في التعليم تستخدم باللغة العربية وسهل الاستخدام، ويستطيع الطالب الكتابة باللغة العربية فيها. أيضا أحد التعليقات، وكان من مجهول لم يكتب، لا يوجد عنده اسم، يسألنا هل يمكن أن يتحمل الطالب مسؤولية تعلمه؟ أود منك ست جمانة، برأيك بعد هذه التطبيقات التي قمت بها، هل وصلت إلى درجة أو هل يمكن أن نصل بالطالب في التعلم المدمج أن يتحمل مسؤولية تعلمه؟ أستاذي الفاضل، أعتقد أن الطالب في مرحلة عمرية ما نعم يجب أن يتحمل مسؤولية تعلمه إذا توفرت لديه الأدوات والوسائل اللازمة، يعني الإنترنت أو هاتف أو لابتوب إلى آخره. هنا يجب فعلاً والأهل
يحاسبون هذا الطالب إذا لم يتحمل مسؤولية تعلمه. بالنسبة للطلاب في مرحلة عمرية أصغر، أعتقد أن المنصات التي توجد لدينا في الأردن، منصة درسك مثلاً، هناك جهد مشترك بين ولي الأمر والطالب لإيضاح ما يتم عرضه في منصة درسك في غياب التعلم الوجاهي، يعني خاصة الآن. فإذا نعم، كما قالت ستريم، هناك ظروف قاهرة، ظروف خارجة عن السيطرة. هذا الطالب الذي لا تتوفر لديه الإمكانات، فمنصة درسك مثلاً مجانية على التلفاز، إذا هناك مخرج أيضاً للطالب حتى يتابع دروسه ويتابع واجباته. بالنسبة للامتحانات أستاذ، في طلاب كان الطلاب أو الطالبات لا يستطيعن تقديم امتحان في بيوتهن لضعف الشبكة أو لا يوجد أجهزة كافية. فتحت المدارس لهم غرف الحواسيب من الساعة كذا إلى كذا، يأتون لتقديم الامتحانات. فإذا أعتقد بعد ذلك كله، ويعني تحت كل الظروف الملائمة، الطالب الذي يريد أن يدرس سيدرس. جيد، سيصل في مرحلة كما قلت. وبالمناسبة جمانة، أنت أجبت على سؤال طرحته مشاركة اسمها رجاء، شكت من المناطق النائية التي لم تنجح أو لم ينجح طلبتها في الوصول إلى ذلك، فأنت أوردت ذلك ضمن إجابتك. كنت أود أن أختم مع ست نور. ست نور، أحد التعليقات من مشاركة اسمها دينا وأخرى اسمها أماني وأخرى اسمها بلسم هنا أظن، سألوا عن التطبيقات التكنولوجية في تجربة التعلم عن بعد مع الطلبة من فئة صعوبات التعلم أو في رياض الأطفال والصفوف والصف الأول تحديداً ورياض الأطفال. برأيك هل تنجح التطبيقات التكنولوجية في التعلم المدمج مع هذه الفئات من الطلبة، صعوبات التعلم ورياض الأطفال والصف الأول؟ هلا مبدئيا رياض الأطفال في منصات مناسبة لهم، مثلا زي منصة اقرأ باللغة العربية. هاي المنصة بتناسب الأعمار الصغيرة لأنه القصص بتكون كتير بسيطة، عبارة عن جمل أو كلمات وصور. فمثلا هاي للغة العربية. للرياضيات في ماثلتكس بس بيكون شوي لعمر أكبر، ففي منصات مناسبة لرياض الأطفال. بس بالنسبة لصعوبات التعلم، أنا بقدر أني أعمل موائمة للمنصات. مثلا منصة اقرأ أنا بستخدم قصة كثير بسيطة، بس هون بيجي دوري أني أنا أشتغل معه على نفس المنصة، ما بتركه يشتغل على المنصة لوحده. يعني لازم أكون أنا وأعمل نمذجة، يعني أورجيه شوي شوي. منصة الماثلاتكس كمان بتناسبهم، البادلت شوي كمان غير مناسبة، كاهوت مناسبة لإلهم. في منصات كثير مناسبة لصعوبات التعلم، وبتعتمد على الحالة حسب هل هي احتياجات خاصة ولا هل هي صعوبات تعلم. بالعكس، إذا كانت صعوبات تعلم هي بتساعدهم عشان يطوروا حالهم، لأنه أنا براعي بهاي الحالة أنماط التعلم المختلفة، السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية إلى آخره. فأنا بستخدم المنصة اللي بتتناسب معهم، وبالمقابل لازم يكون في مراقبة ومتابعة ومشاركة. يعني لازم أكون أنا بشاركهم، أنا بعمل معهم، ما بتركهم يعملوا لوحدهم. جيد. إذا محمد ممكن تسمح لي بمداخلة؟ تفضلي ستريم. أكيد تفضلي. لا، استكمالا طبعا أوافق نور، واستكمالا لكلامها، خلال مساقات الدبلوم ورد معنا اختبار يسمى باختبار بيرك لدراسة أنماط التعلم لدى الطلبة. أنا حقيقة هذا الاختبار قبل الدبلوم لم أكن على اطلاع فيه. أخذت الاختبار طبقته على طلاب مدرستي، طلاب الصفوف التي أدرسها، خرجت بأكثر الأنماط شيوعاً بينهم. كنت أوازي هذه الأنماط مع التخطيط الذي أخطط له، يعني دمجت هذه الأنماط مع الخطط التي كنت أقوم بها. كثير من الطلاب كانوا بحاجة إلى مساندة من الأهل، كان الأهل يفترض فيهم أنهم يلعبوا دور المعلم المساند لي، لأنه نمط تعلم الطالب مثلاً كان نمطاً سمعياً، ولا توجد لدي مواد سمعية أوفرها للطالب. كنت أتواصل مع بعض الأهل بشكل خاص لتطبيق نمط التعلم. كان لدي تجربة مع أحد الطلبة من الصف السادس، كان لديه صعوبة في القراءة، عسر قراءة. الطالب بحمد الله وفضله مع نهاية سنة التعلم عن بعد أصبح يقرأ جملة كاملة بطريقة جيدة.
جيد، شكرا لك ستريم على هذه الإضافة. الحضور الكرام، شكرا لكم جزيلا على حضوركم. نحن في هذا اللقاء سعينا إلى مراعاة النقلات السريعة في مجال التقنية، هذه النقلات التي أدت إلى ظهور أنماط جديدة في التعليم والتعلم. حرصنا في هذا اللقاء على أن نستضيف مشاركين من بيئات تعليمية متنوعة ومختلفة، لذلك اسمحوا لي باسم أكاديمية الملك رانيا لتدريب المعلمين وباسمكم جميعا أن نشكر الست ريم والست نور والست جمانة على هذه المعلومات الجيدة، وأنتم شكرا لكم على حضوركم وتفاعلكم وإغناء حوارنا بالمداخلات والأسئلة، راجيا منكم أن تملأوا الاستبيان المرسل لكم عبر بث الفيسبوك أو هنا في تطبيق زوم. شكرا لكم جميعا على هذا الحضور، ونلقاكم إن شاء الله في بث قادم خلال هذا الشهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.